لاءات نيابية رفعت ضد المشروع الحكومي لزيادة تعرفة الكهرباء والماء لأسباب اعتبرت أنها تنافي سياسة الترشيد ضمن دائرة الجباية، فكل ما يمس المواطن مرفوض، فطريق الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الميزانية لن يكون على حساب معيشة ذوي الدخل المحدود. أرفض أي زيادة على المواطن رفضا قاطعا، وأي زيادة على المواطن تعتبر مرفوضة، وأنا مع المواطن وأنا واحد من الشعب، ويوم من الأيام سوف أترك كرسي مجلس الأمة وأكون مواطن ولو كلفني هذا الأمر عضوية مجلس الأمة. تلاقت الرؤية الحكومية مع تصور لجنة المالية في سعة الشريحة الأولى التي تقدر ب6000 كيلو واط، لكنهما اختلفا في التسعيرة ما بين 5 فلوس إلى فلسين. ورغم ذلك يرى عدد من النواب أن السعة لا تكفي حاجة منزل أسرة كويتية متواضع من الطاقة. أي تكلفة غير محسوبة بالطرق الصحيحة راح تحمل المواطن ما لا يحتمل، وأنا في تقديري الآن لو دراسة مسحية، وأتصور الدراسات هذه موجودة اللي تناول تكاليف المعيشة للأسرة الكويتية، كفيلة بأن تعطي مؤشر أن فعلا الأسرة الكويتية اليوم بحاجة إلى أن نقف معها وليس عليها، خاصة فيما يتعلق بالدعوم. ومثل ما تفضلت أن الكيلووات هذا اللي موجود ما يكفي لأسرة كويتية، وخاصة نحن الآن قاعد نشوف أن الأسر الكويتية تتجه إلى النظام القديم أن يبقون الأبناء في البيت. إلى هذه اللحظة يتمسك النواب صفا واحدا بالوقوف عكس ما تشتهي الحكومة من تمرير مقترحها لشرائح الكهرباء الذي لا يمكن قبوله بالشكل الحالي، ففيه يؤكد النواب مبالغات في معدل الأسعار لا تصب في صالح المواطن. يواصل النواب صب انتقاداتهم على المشروع الحكومي لزيادة تعرفة الكهرباء والماء، فيما يبدو أنه يأتي في سياق الضغط على السلطة التنفيذية حتى لا تقترب من جيوب المواطنين قبيل اجتماع الأربعاء الحاسم مع اللجنة المالية. لتلفزيون المجلس طارق السهو.